له كامل صاحب أبيه، وقد عرف منه أنه سيخرج إلى قتال الحسين. يا ابن سعد، أبوك سادس الإسلام، وأنت تعرف من هو الحسين، أو تقدم على قتله؟ أما تؤمن بمعاد؟ أما تخشى عقاب؟ أما تصدق بحساب؟ إذا كان كل هذا فقطعا ما تقدر تنكر أنك ميت، يعني أنك ستموت وستفارق. إيش قال هذا المجنون؟ أو بالموت تخوفني؟ وإذا قتلت حسينا أكون أميرا على 70,000. عمي ثمن حجايته، شوف حجاية مجنون ولا عاشق لهالدنيا، عاشق إلى طهران ونواحيها. لأن الري وين؟ طهران ونواحيها يعني. فحيث أنه عاشق جاي يحكي حج المجانين، وإذا قتلت حسين أكون أمير على 70,000. ما تقول لي طايح الحظ 70,000، شو تسوي لك إذا نزل عليك أبو الجناحين؟ لقد كان قبلك من هو عند 70,000 و70,000 و70,000، فما الذي أفادوه حين نزل القضاء عليه؟ هل دفع عن نفسه طايح الحظ؟ لكنه الجنون، جنون العيش. يدعوه ابن زياد ويقول له: يا ابن سعد، أريدك أن تخرج لحرب الحسين. فقال: اعفني من ذلك. فقال ابن زياد: قد أعفيت، لكن اردد علينا عهدنا الذي كتبناه لك بولاية الري. احنا من عامل واحد يقول عندي ضمير وعندي دين وعند عناوين، هذا حرام وهذا حلال وهذا يجوز وهذا ما يجوز. نحن من عامل إلا الذي يبيع كل شيء علينا ويعبد مثلنا دينار مت على وأنت بتسوي لي هذا الحسين قتل حرام وما يجوز قتل مؤمن وهكذا. تريد تعاملنا هالمعاملة؟ اردد علينا عهدنا. خذ عبرة عمي، كل من يكون في طاعة الدئام لا يرضون عنه إلا ببيع ضميره عليهم. يبي عمي وهذا الإنسان إلا ضمير، وإذا باع ضميره شغل إلى شنو العوض؟ لو قيمات يدخلها ببطنه، أو فراش ينام عليه، أو دار مبنية يسكنها، هذا العوض؟ عوض الإنسانية وعوض الضمير؟ إنها لصفقة خاسرة. يلا أمهلني الليلة أفكر. راح على فراشه، يقول شعر: دعاني عبيد الله من دون قومه إلى فتنة فيها خرجت لحيني، فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين: أأترك ملك الري يأخذون الصك من عندي،
صك الإمارة. أأترك ملك الري والري منيتي، أرجع مأثوما بقتل حسين وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، ولكن لي في الري قرة عين. انت عمرك كم يا ابن ساعد مع هذا العشق، والى كم ستعيش في ملك الري؟ ترى ما تفكر انك بتموت وانها مده منقضيه؟ كيف بعت اخرتك بدنياك وتقدم على هالفعله؟ لكن شقي بعدين تمرد وتطورت حالته الى الالحاد الى الكوف، فيقول يقولون ان الله خالق جنه ونار وتعذيب وغل يدين، فان كذبوا فزنا بدنيا هنيئه وملك عظيم دائم الابدين، وان صدقوا فيما يقولون انني اتوب الى الرحمن توبه ميني. مو هذا؟ واصبح ابن الصبح اجل بن زياد جل قد اقدمت نفسي على قتل الحسين. فهناك دعا ابن زياد برايه الاماره وعقدها وضم تحتها 30,000 فارس، ثم دعا بجبث بن ربح وعقد له رايه على 4,000 فارس، او دعا بشمر بن ذي الجوشن الضبابي وعقد رايه على 4,000 فارس، ودعا بإسحاق بن حوية الحضرمي وعقد له راية على 10,000 فارس، ودعا بخول بن يزيد الأصبحي وعقد له راية على 10,000 فارس، ودعا بعذرة بن قيس وعقد له راية على 10,000 فارس. فسار ابن سعد في جيش عده 80,000 فارس. تقل لي هاي غزو دولة جاي العراق؟ خل نفرض الحسين غازي، كم مع الحسين؟ 70 رجل. وهذا ما هذا الفشار؟ ما هذا التهور؟ الحسين بأبي وأمي كل يوم الصبح يطلع من خيمته ويقصد الأكمات والتلعات، يصعد عليها وينظر إلى نواحي كربلاء من قرب ومن بعد، وإذا يرى من جانب الكوفة كأن سحابا يسري على وجه الأرض. صاحب العباس أخوه أجل أصعده معه على التلعة، قال انظر يا أخي هالجهة. نظر العباس فقال له الحسين ما الذي تراه؟ قال أراك أن غماما يمشي على الأرض ولعله سراب. قال لا يا أبا الفضل، هذه جيوش قد أقبلت لحربنا، وبعد ساعة سترى كربلاء ترتج بركض الخيول وتمتلئ بالجنود، فانزل يا أخي وأمر بتقريب الخيام إلى بعضها بعض وحطوا خيمة زينب في الوسط
وسط الخيام ووقفوا حول خيمتها لتتروع اذا اجى الجيش. وما كان الا بعد ساعه واذا كربلاء مثل ما يقول السيد حيدر وطى الوحش اذ لم يجد مهربا. ولازمت الطير اوكامها زينب قاعده في الخيمه واذا تسمع الضجه صهيل خيل زعقات رجال قعقعت لجوم اصطفاك اسمه. صاحت عباس اقبل العباس ودخل عليها قال دقيق شوف لي طرفا من الخباء. كشف طرف من الخيمه واشرفت زينب تنظر فرأت الجيش كالبحر المتلاطم. عباس ما هذه الجيوش؟ أهي علينا أم لنا؟ قال العباس بل يا زينب علينا. الجيوش كلها علينا. عباس إذا قل لأخي يرحل بنا من هذه الأرض. جابت العسكر واصبع زينب حزينه ونادت على العباس يا حام الظعينه شوروا على الوالي اللي ردنا المدينه قبل المساء مسيه قبل والدي يقول لنا رحال. لا يا زينب لا هذا محال. شلون انا اتجدى لاخوي حسين بالشوق ارض هذه كربلاء والشهر وقال أيها الناس ها أنتم تنظرون إلى رايات الكفر قد نشرت لحربكم وجيوش النفاق قد أقبلت لقتالكم واعلموا أن المطلوب ولو قتلوني ما فكروا فيكم انصرفوا عني ليس عليكم مني ذمام ليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من آل بيتي وتفرقوا عني في سواد هذا الليل جمعهم Oh,
أتبايعوني على الموت؟ نعم نبايعك وتداك على الحسن. والمن يقول اختار يا ابن رسول الله بعتك. فلما تمت البيعة عبد الحسين تلك الليلة وعقد اثني عشر راية وقيل ست رايات. ولما اكمل عقد الرايات وكانت فيهم راية ضخمة عظيمة اخذها الحسين وهزها حتى طنت جلاجلها وصحح عباس. اقبل العباس مسرعا دخل عليه فناوله الراية ونادى من لا تحمل العين. عباس خويا يا ضي إليها 20 فارس تحت الراية. خذ راية ثانية ونادى ابن أخي قاسم أجاب لبيك وأقبل. دفع إليه الراية ونادى ودمع العين سجى. ونادى ولدي علي. أقبل شبيه النبي سلم على أبيه وقبل وجهه ناول الراية نادى ودمعة تجري أكبر يا ولدي يا شفي. زيد العابدين مغشي عليه أفاق في أواخر النداء. فلان فلان دعا بعمة زينب لأنها هي التي تمرضه مريض. يا العمة أسمع أبي نادي رجالة صاير هجوم أكو هيجا؟ لا يا ولدي، لكن أبوك الليلة يفرق رايات على أصحابه وأظنهم يعزمون على الحرب يا ولدي. على الحرب؟ أنا من رجال الحرب. عما ما سمعتين نادى باسمي؟ لا يا ولدي ما سمعت لك اسم، ما نادى باسمك. كيف؟ أنادى على أخي علي الأكبر؟ نعم. إذن هي به أسوة، يعطي أخويا راية وأنا ما يعطيني. أنهضوني يا عمة. أنهضت زينب وخرج من خانته. زينب تعضد لمن جانب، هو لازم العصا من جانب آخر. مقبل نحو خيمة أبيه الحسين، رآه الحسين مقبل زينب تعضد إلى نهض الحسين يستقبله. بني ما الذي أخرجك من خيمتك بهذا الحال؟ بنشدك يا بوي ويش الغاية؟ ما لي يا معكم
كلمتي يا ولدي. أبويا منو هاي الراية العظمى؟ قال لا راية اللي ينضرب بها المثال لأبو فاضل ابن خير العمل بيتك تشوفه إلى من الجسام والأكبر وذيك راية العون وذيك راية العثمان وذيك راية لفلان وهلوا هذه الراية الملفوفة ما أشوف لها أحد. من كلامك يا الولد قلبي وجيب برجل ملفوف بالشيلة ليلة تغبان ولي انتي لك راية ورايتك اكبر من راياتنا يا ولدي. يا بني انت اللي تحقق النصر وتوصل للغاية. يا ولدي انت اللي تدمر على من يومية. اذول لو الدمع يجري على الخدوم من عقب يا الولد ما تفنى الاصول. سبحان ربك رب العزة عما قريش ومن مع النبي 313 منهم كثير يحمل جريدة نخل. قالوا بي حتى بيتولى بها أبو سفيان. ومعهم فرسان فقط. قريش معهم 700 فرس. والنبي عندهم فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد. و70 بعير. كل 3 و4 يتعاقبون على بعير. فالرسول وعلي بن ابي طالب سلام الله عليهما ومرثد ابن ام مرثد على بعير، والبعير لمرثد لا للنبي ولا لعلي. ولو انكسر سيف او رمح ما عندهم. اي والله. وهذا فالتقوا في ذلك الوادي وثبت المسلمون بسلاح الإيمان واليقين. ظروف صعبة، تكافؤ ماكو، ولكن الله لما علم صدق نياتهم نصرهم وأذل قريش. فكانوا بهذا الإيمان وبهذا اليقين بالنسبة للشهداء أفضل الشهداء
للظروف المحيطة بهم كالقلة وغيرها. لكن لما كانت وقعة أحد مع أن جموع المسلمين صاروا أكثر وقلة بلية، لكن بما أن حمزة متميز على من آمن بالرسول باستثناء أمير المؤمنين، بتميز بشنو؟ بكثرة أعماله الصالحة وبيقين وإيمان على درجة عالية، فلذا سمي سيد الشهداء، لا لأنه قتل، فقد قتل غيره 70 بطل، ولكن لتميزه عليهم بميزات. إذا روحه تصير أغلى أقيم. إذا الشهداء ليسوا بسواء في الرتبة والمنزلة، وإن كان أدناهم رتبة أعلى من غيره من غير الشهداء، لكن هم فيما بينهم يتفاوتون رتبة، بهم العالي وبهم الأعلى. فكلما ازداد الإنسان علما ومعرفة وعملا كانت روحه عند الله أغلى ودرجة شهادته أعظم. وبهذا الخط وعلى هذه الطريقة فضيلة عباس، فإنه يملك من الإيمان واليقين ما يجعله مميز على جميع الشهداء حمزة وغيره، وحتى الشهداء الذين استشهدوا معه باستثناء الحسن فقط. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في هذا الموضوع كقول، كان يوم جالس فجاءت أم البنين تزور، زور السجن سلم عليه خليفة آل محمد خليفة الحسين، دخلت عليه وعلى كتفها ولد العباس عبد الله بن العباس أو عبيد الله بن العباس، فلما رآه السجاد رآها الطفل اغرورقت عيناه بالدموع، وقال رحم الله عمي العباس، لقد آثر وبلاء وفدا أخاه بنفسه حتى قطعت يمينه وشماله، فعوضه الله جناحين أخضرين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وإن لعمي العباس لدرجة يغبطه عليها جميع الشهداء، كلنا يعلم أن الإمام زين العابدين معصوم، وشنو المعصوم؟ أنه لا يخطئ في قول ولا عمل، فما للعاطفة عليه سبيل؟ إذا قال حقا، فما يتلاعب بالألفاظ، لا، ما يتهور، يقول إن لعمي العباس لدرجة يغبطه عليها جميع الشهداء. طبعا كل قاعدة عمومية تدخل عليها استثناءات،
معصومين تفوق تفوق شهادة عباس، وإذا لكانت شهادته أفضل من شهادة الحسين، والحقيقة عكس ذلك. مو هذا؟ لأن لفظة جميع تستغرق. فإذا استثنينا الأئمة المعصومين، شهادة عباس أفضل شهادة، فلا يفوقه في المنزلة أحد من الشهداء من أول تاريخ الشهادة وإلى أن تنقضي الدنيا. هو أفضل الشهداء بعد المعصومين، وكل الشهداء يغبطون على ما قد حصل من مرتبة بما فيهم شهداء الطاف. فعلي الأكبر يغبط عمه، وغيره وغيره من الشهداء كلهم يغبطون عباس على ما حصل من مرتبة ومنزلة عند الله. فالذي ميزه عليهم رتبة تميزه عليهم، وإن كانوا أهل يقين وأهل بصائر وعلماء، لكن العباس رتبته أعلى، فضيلته أكبر، ومناصحته لله ولرسوله أعظم، وحبه لأخيه الحسين أكثر، ومفاداته بصورة عجيبة. ولهذا ملك قلب الحسين. قلنا الحسين لأخوة، لكن ما احتلوا قلب، اللي احتل قلب الحسين عباس. من هنا كان حريصا به سلام الله عليه، بخيل بالعباس. قامت سوق الحرب وتقدمت الرجال للحسين بصفته القائد والإمام المعصوم ويملك الأرواح، وقد باعوها عليه، وهو اشتراها، فما منهم واحد يملك نفسه، بل الملك لوكيل الله، هو الذي يتصرف فيمنع ويأمر ويقدم ويؤخر. أول من تقدم يطلب بذل النفس في سبيل الله عباس. ما حد سبق من الرجال، ولكن الحسين يبخل به، كل ما يدخل عليه يطلب الإذن للحرب يقول له أنت عميد عسكري وحامل لوائي وحزام ظهري، وإذا قتلت آل أمري إلى الشتات، يصبح جيشي من غير قائد، أنت العميد، وعمارتي تنبعث إلى الخراب. ولذا تفانى رجال الحسين كلهم بما فيهم إخوة العباس، ولم يبق إلا عباس وحسين. أول قتيل هاشمي هو علي الأكبر، وأما العباس فظل يقاسي آلام نفسية، شاف مصارع 23 قمر، الشباب بينه وبين الحسين يحملونه، حتى علي الأكبر ياهو اللي شاله على جتفه عباس، العباس حاملنه
والشباب والرجال يمشون خلفه والحسين جذاب العباس، وجنازة وليده على كتف عباس وهو يصيح على الدنيا. الواقع عباس ما دخل الحرب إلا وتقطع قلبه من كثرة المصائب التي رآها أمامه، إخوته، أولاد عمه، أولاد أخيه، رآهم يتعفرون أمامه. وكل ما يقتل قتيل من الشباب يتقدم عباس: أخي لقد ضاقت نفسي من هذه الدنيا. يجاوب: ارجع يا أخي، ارجع. إلى أن قتل الكل ولم يبق إلا عباس والحسين يدافعان عن المخيمات، والنساء في ضجة في تلك المضارب وعطشا. وبين فينة وفينة يسمع صوت من امرأة: مات ولدي. الأطفال قامت تموت، تموت في حجور أمهاتهم، لحتى دخلت رباب حاملة ولدها وهو في غاية بيموت. أقبلت به إلى خيمة زينب ودخلت وحطت الطفل في حجر زينب وهمت بالخروج. صاحت بها زينب: رباب، تركت ولدك في حجري؟ نعم يا سيدتي، أليس ولدكم؟ انت خو عمتك وأنا أم، أحمل شفقة أم، ما أقدر أشوفه على الحال بموت. فخذوا ولدكم، يموت عندكم ولا يموت عندي. وإذا مسكينة قد دخلت وهي تتحرك من العطش: عمه، هلكت عطشا. وإذا بالنساء تتوارد على خيمة زانة، الكل يشكو إليها: هاي حاملة طفلتها، هاي حاملة طفلها، هذه تتضور عطشا. قالت زينب: نمضي بالطفل، كلنا نمضي إلى الحسين. فقالت سكينة: عم أول نمضي لعم عباس. ناضت زينب حاملة للطفل والنساء من حولها قاصدات خيمة عباس. لما اقتربنا من الخيمة ركضت سكينة وسبقت الأطفال ودخلت على عمها واحتضنته ووقت عنقه بيديها وقعدت في حجره. دخلت زينب حاملة للطفل عباس عمي أو مدرة. يا تزور عزنا يا تخرنا، الكيف عم تصد على ترى من العطش من موت كرنا. مصيبتنا وطفلنا وهذا الحريم تنوح يمنا تسرح جيب الماي سجنا. يا شباب اريد تحجون، يا شباب تدربوا على التعذيب. انا اظن الذي قتلت نفوسكم انما هي المحاضرات، لكثرة ما تحضرونها وتشوفون ان واحد يحكي وانتم مسكوت فتقيسون التعزية على تلك المحاضرات. لا عني ديك شيء وهي شيء اخر، ولا تخلون التعزية على الشيبة. الشيبة دول رايحين مولين وانتم خلفهم،
فعليكم تدور الدائرة، وبالأخص هالأيام مفاجئنا كلهم شباب. وجنازة الشباب ينبغي يحضرها الشباب ويشيعونها الشباب. دخلت زينب عقيمة غفلتكم عن أطفالكم ونسائكم. انظر يا اخي الى هذا الطفل الرضيع قد اجرم على الموت ومحتزم ما ينفع دعوه. اليوم ما هو يوم الاصدود، والسيف سل واحمل الجود، راودت اخاك المره بعد المره. اريد رخصه منطل. ولتعلم يا زينب انا ما املك روحها. اخوك امام معصوم عنده وكاله مطلقه من عند الله، وقد اشترى ارواحنا فهو يملكها وله حق التصرف. روحي يا زينب جيبي رخصه من عند الحسين وروحي فداك روحي. قالتنا ما احصل من عند الحسين، ما احصل الا ان تكون معي والروح ويا الاطفال والنسواننا. خرج عباس مسكينه متعلقه بكتفه، وزينب من خلفه تمشي والرضيع على يديها، والنسوان من حوله. حتى دخل على اخيه الحسين، حسين اخويا يا حبيبي. تقدم طفلتها وطفلة حتى يشوف الحسين. وزينب واقفة أمام النساء والطفل على يديها. وسكينة إلى جنب عباس عمها. رفع الحسين وطفل. ماذا يا عباس؟ يا أحكي، هذا أبوك الحسين جالس. شو طلبين من عندي يا سكينة؟ صاحت يا عمي والذخيرة يا عز الجبيرة والصغيرة يا ابو الكون ما يطرب غيرة الما ينظر غيرة. سمعت ما تقول سكينة؟ وانظر يا أخي للرضيع عبد الله. رفع الحسين الطرف ونادى ودمعة يا
الرأس يقبل وجه أخيه ويديه ورجليه ويستميح منه ويسأله ويستعطفه في أن يعطيه إذنا بالحق والمباركة. وبعد لهي وبضغط من زينب ومن النساء حصل العباس على رخصة محدودة وقاتل لأن يقتل. أذنت لك أن تأخذ قربة وتمضي بها إلى الفرات وتجهد نفسك أن تأتي لهؤلاء الأطفال والنساء بشيء من الماء. هاي المأذونين يعني محدودة، لكن العباس رضي بها لأمله أنه ربما حصل الشهادة واستراح من الدنيا في سبيل الاتيان بالماء. ولهذا عمي عباس ما حد ودع من النسوان، وتلو النسوان يترقبونها فاشا. أويلي. نعم ودعته زينب من بعيد وهو بالمعركة وزينب بالمخيم ودعته، أما باقي النساء ما ودعنا. إلين طاح على المشرع والنساء على أبواب المضارب وانتظر مكبوس. وسيدا نعم يوم حمل وقاتل حتى ملك المشرع بعد أن خطب الأرض بالدماء وملأ الأودية بالجثث وصرخ صرخات متتابعات يزهر كالأسد وهو يتجه نحو المشرعة. هناك إسحاق بن حوية الحضرمي يحرس المشرعة ويمنعها، لكن يوم شاف العباس مكبر صاح بمن معه وهم 10,000 فروا تنحوا عن المشرع. قالوا لي ابن حوية إذا ما معنى وقوفنا؟ أليس نمنعها عن عباس وغيره؟ قال لهم هل أنتم قادرون على أن تقفوا في وجهه؟ لا والله، بين الماضي والعسل بمرد الماء وهو ينهث عطشا. ذاقت نفسه انحنى واخذ غرفة ورفع كفه ليشربها. قبل توصل كفه الى فمه ذكر عطش الحسين. وخرج كالأسد الغضبان
كائبه ومواكبه وفصائله حالوا بينه وبين الخيام، أخذ يحمل فيها حملة من عاف الحياة ولم يرضى إلا بالمبات. قال ابن سعد رشقوه بالسهام، رشقوه بست وطوع مامته على ظهره ومطه حتى يوقف ظهره شويه.
وإذا جنبه شباب 13 سنة. شباب ولد 13 سنة يمشي معه جنبا إلى جنب رايحين للموت رايحين للمعركة. لا يعير هذا الشباب الدنيا اهتمام. يقول له الحسين: بناي أتمشي برجلك إلى الموت؟ الحسين ينادي: ألا هل ناصر؟ ألا هل دام؟ خرج إليه من خيمة شباب ابن 13 سنة وهو القاسم بن الحسن، واقف قدام عمه قال له: سيدي أجزني إلى البراز. نظر إليه الحسين: بني أنت العلامة من أخي الحسن، ما دمت عندي أنا ما فقدت الحسن، أنت الحسن، أنت العلامة من أخي الحسن، وإني أرتاح منك رائحة أخي الحسن، وإني أريدك أن تبقى مع ولدي زين العابدين لتعينه على كفالة الحرم والأطفال. يا ابني بعدك ما تبلغ الحلم، بعدك ما عليك تكليف يا ولدي، لا تدعني أرى شبابك على وجه الأرض. رجع القاسم وجلس في خيمته وأخذ يفكر، وأخذ يفكر بصورة رجعية يستتلي عمره، إلى أن صار ابن 4 سنين وذكر جنازة أبوه على الفراش وهو في حجر أمه، وقد شد أبوه الحسن على عضده عودا. قال: بني قاسم، إذا أصابك همون أو غم فعليك بحل العودة والعمل بما فيها. هاي العودة حافظ عليها ولم يدري ما فيها وجعلها عند أمه. ذكرها ذاك الوقت وإجي خيمة أمه قال: أمي وين العودة؟ يا ابني حاضر العودة هاي. قال: علي بها. خذها وراح خيمته، فك الغلايف التي عليها، لعدى نجرها ورأى خط أبي الحسن. لما رأى خط أبيه أسبل عبراته من عينيه، قرأ العودة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ولدي يا قاسم، إذا نزل عمك الحسين أرض كربلاء ورأيته وقد أحاطت به الأعداء، فلا تبخل علي بروحك، وكلما نهاك عن البراز عاوده لتحظى بالسعادة الأبدية والدولة السرمدية. وإذا بالقاسم تنفرج نفسه وتنطلق أسارير وجهه، ويقطع بأن الشهادة قد حصلت والرواح للجنة صار، نهض والعود في يده، دخل على عم حسين: عمي يا شفيع، المصايب من
أبوهما. هنا يا أبي وصية أبوك تريد تنفذها، واليوم عندي وصية عن موعد أريد زوجك سكينة يا عدل روح. ويلي هذا بيده أقبل به إلى خيام النساء، دخل معه خيمة زينب. زينب جالسة والحسين دخل ويده بيد القاسم وجلس. بني أخي أين البنت المسمات للقاسم؟ قبلت ليش تريد بي أخوي؟ أريدها، أريد أن أزوجهما، أعقد عليهما. وصية أخوي الحسن تضيق وقتها، فلا بد من تنفيذها أفي هذا اليوم يا أخي؟ نعم يا أخي في هذا اليوم. إنا لله تعبت زينب وغابت عنه قليلا وعادت ومعها البنت. دخلت عليه ورحم بها فادرسها إلى جانبه عقد بها على القاسم. فلما تم العقد بينهما عقب يد القاسم ويد بنته ولضرب القاسم بن في يد القاسم. وانتبه يا زينب، زينب عن القاسم في عبدك. الله الله الله
I'm sorry.